اني لولا. اليوم لعبتنا هي بي كي اكس دي. هذا الفيديو راح اسوي لكم اربع خدع من بي كي اكس دي، بس قبل لا نبدا لا تنسوا تخلوا لايك وتشتركوا بالقناه. وهم اريد اراويكم الفيديو اللي فازت ويانا مصطفى كركوكي واسمها الحقيقي هو بريفان. راح اراويكم الفيديو. فقرتنا الثانية راح اطلع تعليقاتكم الحلوة. اني راح اظل هاي الفقرة دائمية بالقناة، يعني كل فيديو مال بي كي اكس دي راح اختار تعليقاتكم من الفيديو السابق. اوكي راح اطلعهن. بالخدعة الأولى، اكو خدع قديمة واكو خدع جديدة، بس أنا راح أسوي هالخدع للي أنتوا تعرفوهم واللي ما تعرفوهم راح تستفادون منهم. أوكي الخدعة الأولى، خلينا نروح المدينة الثانية اللي مع الروبوت. هذه هي، أولاً راح نحتاج كرسي هنا. خلينا نروح لهذا كما شاطئ أحسن. وهسا راح نختار حيوان أليف، لازم حيوان أليف، ما تنجح إلا بهذا الحيوان. راح اختار واحد من الحيوانات مالتي، طبعا راح اختار هذا. هذا راح اختار هذا، هذا الجديد طبعا. اوكي هسه شو نسوي؟ نقعد بالكرسي، بعدها شنو نريد؟ شلون نريد نطق صوره سيلفي؟ شوفوا بس ما نجحت صح. راح تصير هالخدعه شلون تتحرك من الكرسي، شلون طاير هيجي. ثاني شيء سوي هيجي، بعدين ارجع وكأنه انت تريد تخلي شيء للحيوان الأليف هيك باعو. خلي اختار هذا. اوكي نطلع. ثاني شيء شلون اريد اسوي سيلفي؟ نجحت شوفوا هيجي. اوكي باعو شوفوا شكلي طايرة. اكيد راح تستغرب هالبنية، راح اطق بها سيلفي. شوفوا شوفوا شلون نايمة اني والحيوان شلته. واو حلوة. هسه نقدر نوخر روحنا بس ندوس مع قفزة. طبعا انا مختارة هاي البدلة الزهرية لانها تشبه البيت مالتي مال هلو كيتي. هسه نروح ثاني خدعة. ثاني خدعة هي نفس هذا المكان بس شنو بالماي. الخدعة الاولى انه انا راح اسوي هاي كل شوي اقعد وانزل اقعد وانزل اقعد وانزل، بعدها شوي شوي كل ما اقعد وانزل راح هيك انزل شوي 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 قبل انزل جوا الماي. اوكي طبعا هذول وياي عم يشوفون الفرق هيك هيك كل شوي كل شوي كل شوي، كل ما تشوفون روحكم قمت تنزلون اكثر وغصتوا بالماي هيك. او لا هذا البنية قاعدة بمكاني. اوكي راح اروح لهذا الدونات. اوكي لا مرة ثانية لا تجي هنا، خلينا نسوي الطريقة. حبابة لا حبابة لا حبابة لا حبابة لا لا قاعدة بمكاني. ياه خلينا نروح لها يلعب. كل ما تجي كل ما تجي كل ما تجي، يلا بسرعة 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 نورا يلا. اوكي اوكي لا لا اجت لا 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 ما خليك لا لا بديت اغوص حيل. شوفوا اوكي يلا حبه بلا تقعدي. لا لا بدورك انزل حيل جوا بس هم ما قاعد يخلوني. اوكي عادي عادي راح احاول. بديت انزل حيل جوا
اوكي يلا يلا جايز وياي. وطبعا حين نزلنا جوا. اوكي شوفوا مثل ما قاعد تشوفون حين نزلت جوا المي. وطبعا شوفوا هاي البنية، شوفوا هي فوق واني جواي. واو حلو، احب هاي الطريقة اني، بس عندي احلى طريقة هي هذه مال الحيوان شلون انت تتحرك من الكرسي. اوكي القطعة الثالثة من بيكا اكس دي تحتاج البيت. اولا نروح لبيتنا، بس شنو انا ما اريد اجرب بيت الهلو كيتي، فاريد اغيره احسن، ما اريد اخربه، فراح اختار هذا. هذا راح اخليه للتجربة. اوكي ندخل البيت. هذه الثانية راح اصيرها حلوة وما يحتاج لها اشياء بسيطة. شنو ندوس على البيت، نوخر المكانات اللي بها هواي اشياء، لازم مكان فارغ. ثاني شي راح ناخذ سرير، راح اخذ ماتي مال هيلو كيتي وهذه الحاسبة. فش راح نسوي بعدين؟ راح نخليه هنا. قبل لا هاي، بعد ما وخرنا الاشياء راح نوقف بالزاوية، لازم نوقف هنا. اوكي ثاني شي راح تروحون على هذا المكان وتخلون السرير فوق الحاسبة. هذا السرير لازم تخلوه بالمكان اللي انتوا وقفتوا به اللي هي الزاوية هيجي. ثاني شي تخلون الحاسبة هيجي وفوقها، اكون حيل فوقها يعني على كيفنا. اوكي خل اصعد اكثر، ايوه هيجي. لا لا احب بنجحي هيجي مو صح، بس كون تخلوها فوقها يعني السرير كلش فوقها تكون هذه الحاسبة. اوكي تركز نونا، يلا يلا حبابة بسرعة. كون اشوف اللون الاخضر مو قاعد اشوف. هيجي ثاني شي دوسون هاي. عود انتو شلون كملتوا؟ شوفوا صعدنا فوق، ماكو سطح. شوفوا 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 المكان من فوق. او لا نزلنا، خل اقمز بالله. او بس شفتوا انتو فوق تقدرون تسووه وتصعدون بعد اكثر، بس شو ما نشحت وياي يعني عدل فوق الحاسبة حيل. فشنو تقدرون تشوفون الفوق بدون سطح. ثاني شي هي خدعة انك تخلي الاشياء طايرة. شلون يعني؟ مثل هذا السرير هسه راح اخليه طاير، انتظروني شوية بعدين طبوا البيت. خل نجيب مثلا سرير الهلو كيتي. طبعا اكو مشكلة اريد اسوي لكم اياها على مود تقدرون تسووها للناس اللي كانوا منزلين اللعبة من كان تحديث الكريسماس. شوفوا شنو اقدر هسه اطير اشياء. شوفوا سويت اني، وين السرير؟ اوه قاصر السطح فوق. خل اجيبه مرة ثانية، خل نجيب هذا هذا. شوف راح اطيره شوية وبعدين نشوفه وينه، بس انا مطيرته صح. خل نشوف مرة ثانية هذا السرير، بس انا سويته طاير. شلون راح اخليك هنا أنا. ثاني شي اطير خليك. اوه نجحت، شوفوا شوفوا اخل نبت فوق. شوفوا الاشياء صارت طايرة. شلون؟ انه انتم من تدوسون على السرير راح تشوفون شيء ثالث واحد اللي هو بالنص هيج، والثاني هاي تقدر تحرك منه ومنه. شنو هذه؟ اضغط عليها ونزلوا، تقدرون يعني نزلوا اصبعكم بعدين صعدوا هيجي على مود تنجح وياكم. ثاني مشكلة اللي هي مال كريسمس، من قلت لكم انه اكو مشكلة ما حد يقدر يحلها لان يعني قليل من الناس، انا اكتشفتها لوحدي. شنو هذه؟ هذا مو تخلوها هيك مقلوبة؟ انا جيت ما ادري شلون اسوي تاليس طلع هيك اسوي. هذه الثالثة اكتشفتها اللي هي بالنص، قلت خلي اجرب شنو اسوي. تالي شفت هذا السهم فوق والسهم جوا، فقلت خلي اضغط عليه وصعد. تالي سويت خليته هيك وظلت عدله، يعني حيل تفاجئت، قلت اكتشفت شيء وحدي وحليت المشكله اللي كانت اتمنى لو احلها. ومرات اشوف ناس حاليها واقول شلون احلها، تالي حليتها وهسه ظلت عدله وتقدرون تخليها بالنص. اوكي وينها؟ هاي شوفوا هسه هي عدله. ومثل ما راوتكم هذه الاشياء الخدع، ان شاء الله عجبتكم الخدع الفيديو. وهم لا تنسوا انتم تعلقوا لي
على مود شنو بالفيديو. اذا سويت فيديو ثاني راح اطلع تعليقاتكم، لا تنسون انا راح اختار منكم تعليقات. اذا عجبتكم هالحلقة لا تنسوا تخلوا لي لايك وتشتركوا بالقناة. مع السلامة.